بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان، شوط آخر ينطلق في هذه اللحظات، وهي انطلاقة الشوط الحادي عشر في هذه الأمسية التي كانت حافلة بالإنجازات، حافلة بظهور هذه الشعارات الجميلة، شعارات أصحاب السمو الشيوخ، شعارات الجماهير. وهنا مشاهدينا الشوط الذي انطلق الخاص بالجعدان المحليات الأصايل، نتابع معكم عبر هذه القناة، قناة ياس، والتوقيت الأفضل يأتي به الهواري. فهذه الشاهينية من هجة الرياسة، 7 دقائق 42، 8 أجزاء من الثانية، 6 أجزاء من الثانية. شكرا المستحيل مع هجة الرياسة بالسم على هذا التألق الجميل، على هذا التطمير الرائع المميز. مشاهدينا في كل مكان، نعود معكم بعد هذه الإعادة للتوقيت الأفضل، نعود للشوط ونعود للشاهين في مقدمة الشوط من هجن الرياسة مع بوسعيد، مع أيضا بن زيتون. بدأ يتقدم من البداية، بدأ ينطلق بهذا الشوط. المركز الثاني يأتي الشعار العيناوي ليكون حاضرا بقوة في هذه اللحظات من خلال مشاركة الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، محفوظ بن خميس الجنيبي في عملية التضمير. ننتقل إلى شاهين الآخر في المركز الثالث من هجن الرياسة مع راشد بن محمد بن سم المنصوري. يأتي دور الشعار العيناوي الآخر بتدخل في هذه اللحظات سوغان لسمو الشيخ محمد بن زياب بن سيف آل نهيان. يتقدم السارق فضل الأمين، بينما هناك شعار آخر من هجن الرياسة مع هناك أيضا بن زيتون في المركز السابع والمركز الثامن. ننتقل وياكم مع غازي اللي واصل من هجن الرياسة، أيضا مع أبو سلطان عيسى بن سعيد الخيلي. وأما هنا المركز التاسع اللي بدأ يتدخل هملول من هجن الرياسة مع علي بن يميل الوهيبي. عاشر المراكز مياس لسمو الشيخ حمدان راشد بن سعيد المكتوم، يقدم لنا مياس سعيد بن عبيد السبوسي هذا النداء الاول. مشاهدي الاعزاء، الاذاعه لهذه ايضا القعدان المتقدمه من خلال هذا الشوط. لنا عوده وما زلنا معكم على الهواء مباشره، هذا النقل الحي والحصري لقنوات ابو ظبي الرياضيه وقناه سياس. شكرا لهذه القنوات الجميله. نعود للمقدمه والزعيم، الزعيم بدأ بزعامة الشوط، بدأ يجر الشوط الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. يقدمه لنا هناك محفوظ بن خميس الجنيبي، يقدمه لنا أيضا أبو ناصر الزعيم في الصدارة. بدأ هنا انطلاق جيد ما شاء الله. والمركز الثاني شاهين يأتي في المركز الثاني من هج الرياسة مع المجازف بن زيتون. دور هناك مياس، مياس يأتي بقوة ليخطف المركز الثالث في طريقه أيضا إلى مركز متقدم لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يقدمه أيضا السبوسي. هناك مشاهدي الأعزاء كما نتابع مشاهدينا مياس الذي انطلق مع سعيد بن عبيد. الله، الدور دور شاهين الآخر والمركز الخامس من هجن الرياسة. المستحيل متواجد كما تواجد في هذه الأمسية مع جماهير هذا الشعار، شعار مؤسسة هجن الرياسة بالأداء الجميل وبالافتخار في التضمير. النقل القادم والمركز السابع يأتي مشاهدي الأعزاء من الجانب الآخر، شاهين آخر بنفس الشعار مشاهدينا ونفس المضمر المستحيل بالسم. والمركز التاسع أو الثامن هناك هملول من هجن الرياسة مع الضرميل. والمركز العاشر دور هناك مهدي، وما زال مهدي هنا أيضا بانطلاقات جميلة لسمو الشيخ عدان بن راشد سعيد المكتوم وخالد بن المر بن حلوة الذي يقود عملية التضمير. عودة مرة أخرى، نتابع الشوط، نتابع، نترصد ما شاء الله الصدارة مع الزعيم، الزعيم في زعامة الشوط، في زعامة السيطرة حتى هذه اللحظة الذي نتابع من خلالها هذا الشعار العيناوي الكبير، الشعار الذي دخل هذه الرياضة من أوسع أبوابها ليكون متواجدا مشاهدينا كما تواجد بالفعل
يستقبل في كل ختاميات بالأسامي القوية وبالكؤوس وبالأداء الجميل. هذا هو شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، يقدمه لنا محفوظ بن خميس الجنيبي. الكيل الأخير، الكيل الأخير يتحرك، الحركة الهواري أعطني كامل نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5. الله الله الله، شوفوا 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 شاهين، وصل شاهين، شاهين وصل، شاهين وشاهين وصل، الأحمر وصل، الخطر وصل، اليمر ويعبر شاهين من هذه الرياسة مع المستحيل، شاهين من الجانب الآخر مع المجازف، شاهين مر مع المستحيل، وصلت الرياسة، وصلت بقوة، وصل الرابع لسمو الشيخ حمدان، الخامس أو الخامس نعم لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مياس. نعود الله الله يا العناوي، الله الشعار العناوي اللي جر الشوط من هذه من هذا الموقع من البداية، ومسيطر كل السيطرة على زمام الأمور مقدمة الشوط. هذا هو شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ومع محفوظ الخميس الجنيبي، مع أبو ناصر، مع الأداء، مع الانطلاق، مع القوة، مع المرفع القوي. الله بدأ يبعد، الله قال لهم باي 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 باي. الله 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 على الجمال، الله الله على الزين. هذا الشعار العناوي الذي دخل بأوسع أبواب هذه الرياضة بقوة، واقتحم بالفعل اقتحام طيب وجميل. الله يا سلام يا سلام، شوفوا شوفوا this coming number one. yes يا سلام، باي 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 للفوتو فينيش، باي باي على خط النهاية. يقدم لنا أداء جميل، تهانينا نزفها لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. هذا هو أمامكم على شاشة التلفزيون، أمامكم أمام المنصة الرئيسية والحزام الأخضر. تحية عناوية للشعار العناوي مشاهدي الأعزاء، وتحية للشيخ ذياب بن زايد آل نهيان. شكرا الزعيم محفوظ بن خميس المركز الثاني، شاهين من هدى الرياسة مع المجازف، هملون في المركز الثالث مع الظافر، والرابع والخامس شاهين، وشاهين مع المستحيل. هذه الأسامي التي وصلت بقوة لنا عودة توقيت الزمني الذي أحب وصول مشاهدي الأعزاء الزعيم إلى خط النهاية كما عودنا. شعار دائما في الختاميات بقوة، يأتي من أوسع أبوابها، يأتي بالعلوم الزينة، النهاية العدلة عند الأوقات الحرجة. 7:53 تسعة أجزاء من الثانية، تهانينا زفة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. شكرا زعيم المضمرين أيضا محفوظ بن خميس الجنيبي على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني كامل نمبر 2، هناك شاهين مشاهدي الأعزاء. 7:55 أربعة أجزاء من الثانية، تهانينا لهجن الرياضة، وشكرا المجازف بن زيتون. المركز الثالث أيضا هناك هملول، 7:55 تسعة أجزاء من الثانية، شكرا الظافر، وشوط آخر والوهيبي عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى